الناس اللي كانت رايحة أي مشوار عن طريق كوبري عباس شافته بشكل مختلف، عشان كان في يعني زي كرنفال كده باللون الوردي. عدد من الشباب والأطباء قاموا بتغطية كوبري عباس كله بالبالونات الوردية، وعدد كبير أو زي ما أنتم حضراتكم شايفين عدد كبير من المتطوعين كانوا لابسين تيشيرتات باللون الوردي تحت شعار لسه جميلة. ده ليه بقى؟ ده للتوعية ضد سرطان الثدي بالتزامن مع الاحتفال بشهر سرطان الثدي. الأطباء والمتطوعين في هذه الفعالية استوقفوا الناس وقدموا لهم بعض النصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدي، زي المتابعة الدورية والكشف الدوري وأهمية التشخيص السليم، وكمان الدعوة للتفاؤل وعدم إشعار مريضة السرطان، سرطان الثدي تحديدا، بأنها منبوذة أو أنها يعني ملهاش مكان. وطالب المشاركون في هذه الفعالية بتكثيف دور الإعلام والدراما في التوعية، وأهمية تكثيف دور الدولة في التوعية ووضع الصحة على قائمة أولوياتها. فعالية محترمة ومجهود مشكور من اللي قاموا بيه، لأنه فعلا إحنا محتاجين للتوعية مش بس بسرطان الثدي ولكن بأمراض كتيرة جدا.